جو جديدة على بي بي سي. أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا مكي هلال. إليكم العناوين. دمشق تعلن إقالة رئيس الوزراء، والمعارضة تؤكد انشقاقه والغموض يلف مكان وجوده، فما هي الدلالات والتبعات لهذا التطور؟ مع إعلان مصر الحداد على أرواح ضحايا حادث الهجوم على قوات الأمن المصرية في سيناء، يبقى التساؤل، من هي الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم؟ ناسا تنجح في إتمام هبوط مسبار الفضاء كيريوسيتي على كوكب المريخ، فهل يفتح ذلك عهدا جديدا في اكتشاف الكوكب الأحمر؟ أهلا بكم. أعلنت السلطات السورية إقالة رئيس الوزراء رياض حجاب من منصبه، وتكليف المهندس عمر غلامجي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، لكن المعارضة أكدت أن حجاب انشق وهرب من البلاد، وكان التساؤل هو إلى أين فر، وبقدر التضارب فيما حدث للرجل هل انشق أم أقيل بعد أن انشق، فإن الأمر كان أكثر غموضا والتباسا حول مكان وجوده. فبينما أشارت الأنباء الأولى إلى أنه فر إلى الأردن، خرج وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعيطة ليؤكد أن رئيس الحكومة السورية رياض حجاب لم يدخل الأراضي الأردنية. نبحث في هذا الغموض والمغزى من إقالة رئيس الوزراء أو انشقاقه، لكن بعد التقرير التالي. اسم جديد كبير يضاف إلى قائمة المنشقين عن النظام السوري، رياض حجاب رئيس الوزراء والأعلى منصبا بين المدنيين المنشقين منذ بدء الأزمة في سوريا قبل عام ونصف. رأس الحكومة منذ شهرين بعيد انتخابات عامة روج لها على أنها جزء من برنامج الرئيس بشار الأسد الإصلاحي. لرياض حجاب سجل غير قصير في العمل السياسي، كان الرجل وزيراً للزراعة، وقبلها محافظاً للاذقية مسقط رأس الأسد، وقبلها محافظاً للقنيطرة. حجاب مسلم سني وتعود أصوله إلى محافظة دير الزور شرقية سوريا. لا، هو يعني الموضوع بشقين، شق العلاقة بعلاقته بالنظام السوري وانشقاقه أو هروبه أو تركه لموقعه، وهذا الأمر شأن سوري لا علاقة لنا به، والشق الآخر يختص بدخول الأراضي الأردنية، ونحن أعلننا ونؤكد مرة أخرى أن رياض حجاب لم يدخل الأراضي الأردنية حتى الآن. سارع التلفزيون السوري بإعلان إقالة رياض حجاب من منصبه كرئيس للوزراء وتكليف نائبه الأول عمر غلاونجي بتسيير أعمال الحكومة مؤقتة، لكن يبقى انشقاق حجاب ضربة معنوية كبيرة للنظام السوري. ومعنا على الهاتف من دمشق الدكتور عبد العزيز الخير رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة. كذلك نرحب في الاستوديو بالسيد عمار وقاف عضو النادي الاجتماعي السوري في بريطانيا، وكذلك بالدكتور فواز جرجس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن. أبدأ معك دكتور فواز، هذه أو هذا الانشقاق السياسي هذه المرة وليس العسكري، ما هي تداعياتها المحتملة، وهل تراه بالضربة الموجعة للنظام أم أنها سوريا دولة مؤسسات كما قال الوزير السوري وستمضي في وزارتها وفي عملها دون تأثير؟ مما لا شك فيه أن لهذا الحدث، ليس فقط هذا الانشقاق، تداعيات سياسية ورمزية مهمة على طبيعة الصراع في سوريا، ولكنني أعتقد أن هذا الحدث بأهميته لن يغير من بنية وطبيعة الصراع في سوريا. الصراع دموي طويل الأمد، معقد ومركب، يستدعي تدخلا إقليميا ودوليا، ومن هنا
أنا لا أعتقد أن هذا الانشقاق سوف يشكل أيضا يعني تغيرا نوعيا في طبيعة الصراع وما يجري في سوريا حتى الآن. لكن أيضا النظام لديه رواية أخرى، لأنه أقيل ولم ينشق، هل تراه أقيل بعد ما انشق أم أنه ربما كشف أمره فأقيل وبالتالي انشق؟ في الواقع الحقيقة علينا أن نستمع إلى رواياته. نعم. يعني المتحدث باسمه قال وأن انشق عن النظام، السلطات السورية قالت أنها أن الرئيس السوري قام بإقالته، ولكن يعني روايته تقول بأنه ليس فقط انشق ولكنه انضم إلى المعارضة السورية. خطورة هذا الوضع الحقيقي، هذا الانشقاق وغيره من الانشقاقات، أنها ترسخ الاصطفاف القبلي والمذهبي في سوريا. الحقيقة أنا هذا ما أتخوف منه بالتحديد. صحيح أنه لن يؤثر على طبيعة الصراع، ولكن يرسخ قضية القبلية والمذهبية في الصراع الدائر في سوريا. نعم دكتور عمار، أيضا هل لديك أو توفرت لديك معطيات؟ جاء تقرير إخبارية في الحقيقة تقول أنه فر إلى لبنان وليس سوريا مؤخرا، وأنه ربما سينقل على طائرة مقربة وعلى ملك الحريري إلى السعودية ليلتقي هناك بوزير الخارجية التركي والسعودي وربما القطري أيضا. هل تنهت إلى سماعكم أنباء من هذا القبيل أولا؟ أنا قرأت هذا التقرير حقيقة، لكن كل هذه المعلومات هي في النهاية رجم بالغيب. نحن لا نعلم أين هذا الشخص موجود حاليا. أعتقد أنا شخصيا أنه لو لم يكن خارج الأراضي السورية لما أعلن عن انشقاقه أصلا. نعم. فأنا أرجح أن يكون خارج موضوع سوريا. موضوع خروجه مؤكد يعني. أرجح أن يكون، الحقيقة لا توجد معلومة. طيب خروجه ماذا أو كيف سيؤثر في نظام السوري؟ خصوصا أنه لن تمر فترة طويلة على تعيينه، ويأتي تعيينه بعد انتخابات روج لها على أنها انتخابات قد تعيد سوريا إلى ما كانت عليه. في الحقيقة الانتخابات يعني كانت خطوة معينة في اتجاه يراه بعض السوريين أو الكثير من السوريين هو اتجاه صحيح بكافة، يجب أن نبدأ من مكان ما. ما أعتقد أن هذه هي عملية استخباراتية طويلة الأمد، يعني تم الحديث اليوم عن ربما عملية تحضير شهرين لخروج هذا الشخص من سوريا أو انشقاقه عن النظام، وهو حقيقة فترة جلوسه في مكانه كرئيس للحكومة. يعني الجيش السوري الحر قال أنه أشرف على العملية وحتى على تهريبه وهيئ لانشقاقه، هل تراه قادرا على القيام بمثل هذا الأمر خصوصا في موقع مرموق كموقع رئاسة الحكومة؟ يعني عندما يكون هناك عملية استخباراتية يجب التنسيق مع جميع منهم موجودون على الأرض، منهم ربما بعض هذه العناصر المسلحة التي يجب أن تؤمن بعض الطرق إلى ما هنالك. لكن المهم في هذا الانشقاق إن كان حقيقة هو حدث وهو خارج سوريا فعلا، أن الدول المعنية بتسهيل هكذا انشقاق ربما هي تبحث عن شخص يمكن أن يقود المعارضة المفتتة في الخارج وتندوي تحته كل هذه الألوية لكي يشكل ربما شخصية يمكن للجميع أن يتحاور معها، الغرب والدول الإقليمية وما شابه. نعم أسأل سيد عبد العزيز الخير من دمشق عبر الهاتف. سيد الخير، أنتم كلجنة التنسيق أو هيئة التنسيق الوطني السورية كيف ترون مثل هذا الانشقاق السياسي؟ هل هو بنفس قيمة الانشقاقات العسكرية التي شهدناها في الفترة السابقة، ستعمق ربما من أزمة ما داخل النظام، أم أنه فرد لا يؤثر في عمل مؤسسي ودولة ونظام كالنظام السوري؟ حقيقة أن هذا الانشقاق لا يقل أهمية أبدا عن انشقاق الشخصيات العسكرية المختلفة ذات الرتب العالية، بل أنه يفتح حقا جديدا هو الجهاز المدني، المراتب العليا من الجهاز المدني في النظام السوري، وبالتالي هذا يشكل دليلا إضافيا على اثراء العامل السياسي في تماسك السلطة، ويبقي فقط عنصر العنف والقصر والإسراع في هذا التماسك. إذا كان رئيس وزراء عين منذ بضعة أسابيع فقط يسارع إلى الانشقاق والفرار من البلاد عندما تتاح له الفرصة، فلك أن تتخيل ما هي درجة الولاء الحقيقي في أوساط الجهاز الإداري والمدني في المراتب العليا. أعتقد أن ما يحفظ الكثيرين في مواقعهم هو خشيتهم من تعرضهم للأذى مع عائلاتهم، وليس اقتناعهم بما يقوم به النظام، وليس اقتناعهم بالسر السياسي وبالخطة التي يعمل النظام بموجبها لقمع الثورة وتصفيتها.
طيب أنتم كيف تنظرون أيضا إلى الدواعي؟ ما الذي دعاه إلى هذا الخروج؟ لنقول لن نسقط كثيرا في لعبة أقيل أم انشق قبل الخروج، لنقول هذا مسلم به الآن، خروج على النظام وخروجه من البلاد. هل هو ربما سنيته أم أنه ربما أدرك أن السفينة آيلة إلى غرق ما فأراد أن يستبق الأمر؟ أم أنه انطلاقا من وجوده داخل النظام واطلاعه على معطيات ما قد شجعته، أم نتيجة عمل استخباراتي وتنسيق منذ فترة معه؟ أولا دعني أبدأ من النقطة الأخيرة. أعتقد أن كل التفاصيل الرسمية لكيفية تحرك وخروج من البلاد ستبقى سرية حتى سقوط هذا النظام. هذا تجنبا لإحراج الدول المجاورة التي تسرع عبر أراضيها. الأمر ذاته الذي حصل مع انشقاقات سابقة لشخصيات هامة مثل العميد مناف فؤاد الذي مع إرسال تفصيل قراره من البلاد سرية حتى اليوم، أعتقد أنها ستبقى إلى فترة طويلة وستتسبب روايات متضاربة عديدة بهذا. نعتذر لأن نوعية الصوت ليست بتلك الجودة، قد نعاود الاتصال بدكتور الخير ريثما يتم تأمين نوعية أفضل من الصوت. أعود إليك دكتور جرجس، هذه أو هذا الانشقاق أو هذا الخروج كما قلنا يأتي في ظرفية حساسة ربما على المستوى العسكري الميداني وعلى مستوى التفاعلات السياسية. بعض التقارير الإعلامية نريدها هنا بشيء من التحفظ وهي مقربة من النظام كما قيل لي، قالت أنه رفض التوقيع على اتفاقية تبيح أو تسهل بيع النفط الخام السوري إلى روسيا، وأن هذا الأمر قد يعتبر رسميا من قبيل تخريب النظام. مثل هذه الأسباب هل تراها مقنعة؟ ما مدى واجهتها وواقعيتها؟ الحقيقة من الصعب بمكان الحديث هو بثقة عن طبيعة ويعني ما الذي دعا برئيس الوزراء السابق إلى ليس فقط إلى الاستقالة ولكن الخروج من سوريا. يعني هذا موضوع الحقيقة غير موثق، ليس لدينا المعلومات. النقطة طالما الرجل لم يتحدث طبعاً. النقطة الثانية والمهمة، يعني الانشقاق، هذا الانشقاق أو الخروج وغيره من الانشقاقات الحقيقة تقوض الأطر الدستورية المؤسساتية للدولة السورية. نحن ما نشهده الآن في سوريا تدمير، بدء تدمير الأطر المؤسساتية للدولة السورية. يعني هذا لا يعني مع القتل اليوم من ما زال يتحدث عن أطر دستورية وقانونية جدا، لأن الحقيقة علينا التمييز بين الأطر الدستورية المؤسساتية للدولة السورية وبين الأطر القبلية والمذهبية للأطراف المتنافسة في سوريا. أنا ما أحاول القول بأن هذه الانشقاقات تصب في تدمير الأطر والبنية المؤسساتية للدولة السورية، وبذات الوقت هي لا تضعف قدرة النظام السوري على المقاومة واستخدام القوة. بالعكس أنا أعتقد دعنا نأخذ رأي معنا من عمان الوزير سيد سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة. سيد المعايطة، هل ما زلتم على نفيكم لدخوله الأراضي الأردنية؟ وهل تنهى إلى سمعكم أيضا معلومات عن أنه في لبنان وقد يغادر إلى أنقرة أو إلى الرياض؟ يعني النفي ليس موقف، هذه معلومة نتحدث بها. نعم. وبالتالي المعلومة ما دامت ثابتة وكما هي بالتأكيد هي مستمرة. ونحن كما تحدثت في منذ عصر اليوم أن رئيس الوزراء السوري لم يدخل الأراضي الأردنية حتى الآن، وما زال هذا ما زالت هذه المعلومة كما هي. أما ما يتعلق بوجوده في أي دولة عربية أخرى فهذا أمر بالتأكيد شأن سوري، وبالتالي نحن لسنا معنيين في الحديث فيه، سواء ليس لدينا معلومة فيه وليس هو شأن أردني. وبالتالي هي معلومة تتعلق بعلاقة رئيس الوزراء السوري السابق إذا جاز التعبير مع الدولة السورية ومع النظام السوري. لكن نظرا للجوار الجغرافي أنتم معنيون يقول البعض شئتم أم أبيتم بما يحدث في سوريا. ماذا عن موضوع اللاجئين وتدفقهم إلى الأراضي الأردنية وحتى انشقاقات عسكرية في السابق كنتم معنيين بها، ليس كذلك؟ طبعا لما أقول احنا مش معنيين بموضوع خروج رئيس الوزراء الى اي بلد لا نتحدث عن تفاصيل ميدانيه، لكن بالتاكيد الاردن متاثر جدا بالشان السوري. بالعكس نحن من اكثر الدول ربما في المحيط المتاثره سلبا في الاحداث في سوريا. لدينا عشرات الالاف، حوالي 150 الف لاجئ سوري في الاردن، بما يمثل هذا من عبء اقتصادي، عبء سياسي، عبء امني، عبء على البنيه التحتيه. ايضا لدينا تأثر أمني وتأثر سياسي. الأزمة السورية بالتأكيد مؤثرة جدا على دول الإقليم،
ومن الأردن وتحديدا من الجانب الإنساني. أنا أتحدث ربما هو الأكثر تأثيرا حتى هذه الساعة، وربما من يقترب من مخيمات اللجوء الأشقاء السوريين يرى حجم المعاناة التي يعانيها الأشقاء السوريين أولا، وتعانيها الدولة الأردنية بإمكانات المحدودة وبمشكلات الاقتصادية. هذا بالنسبة للجانب الإنساني. معالي الوزير، ماذا عن الجانب ربما السياسي الذي بدأ يأخذ منحا طائفيا؟ لا نذيع سرا إن قلنا أنه الأمر فيه جانب طائفي. الأردن وخصوصا في ظل تصريحات سابقة للعاهل الأردني بالحديث عن هلال شيعي وما شابه، أين أنتم من كل هذه التصنيفات الطائفية والاصطفاف أيضا إزاء ما يحدث في سوريا؟ يعني هو عندما يتحدث جلالة الملك عن تحذيرات، وكما تحدث اليوم أيضا في مقابلة مع بعض القنوات الأمريكية، عندما يتحدث عن تحذيرات من حرب طائفية أو تطور الحرب الأهلية والوضع السوري إلى حرب طائفية، هو يتحدث عن مخاوف ولا يتحدث عن موقف أردني. الموقف الأردني هو الخوف على الدولة السورية. لدينا قلق على الدولة السورية، على وحدتها، على شكلها العربي، على هويتها. طبعا لدينا مخاوف كثيرة، وكما تعلم أننا في إقليم مضطرب أصلا، لدينا مجموعة من المشكلات الكبرى بالإقليم. فما بالك عندما تتجه الدولة السورية لا سمح الله إلى تطور باتجاه يعني حروب أهلية أو طائفية، بالتأكيد سنتأثر بهذا الموضوع. ولكن من سيتأثر بشكل أكبر ومن سيدفع ثمن هو الدولة السورية والشعب السوري الذي سيدخل في متاهة ربما تحتاج إلى وقت طويل حتى يتعافى منها. نحن لذلك نتحدث منذ بداية الأزمة كأردن أننا معنيون بحل سياسي، معنيون بالحفاظ على الوحدة في الدولة السورية، لأن ندرك تماما أن دخول الدولة السورية في لكن عفوا معالي الوزير، مؤخرا صرح العاهل الأردني بأن الفترة الانتقالية أو الوقت الذي أمامها بدأ ينفد. هل نفهم من هذا الكلام أن هناك ضغوط تمارس على عمان من دول الخليج، من السعودية أم من قطر أم من دول أخرى داعمة وبقوة لما يحدث في سوريا أو للمعارضة في سوريا؟ لا، تصريحات جلالة الملك يجب أن تفهم في سياق التحذير من قائد عربي معني بالهم العربي ومعني بالقضية السورية، وهو يحذر من وصول الأزمة السورية إلى مرحلة لا يمكن فيها للحل السياسي أن يكون هو الفاعل. هي تحذيرات لكنها لا تعني أن الأردن لا تعني ما ذهبت إلى حضرتك بالسؤال، لكن بالتأكيد أن التشخيص الذي يتحدث به الأردن ويقول به جلالة الملك هو تشخيص بحكم القرب من الجغرافيا السورية والأزمة السورية، وهو يحذر أن لا تصل الأزمة السورية إلى مرحلة أن لا يكون فيها أفق للحل السياسي. وبعتقد أن هذا صوت عاقل وصوت راشد في المنطقة وفي العالم، هو موجه للدول الكبرى، موجه للقيادة السورية. يعني وجلالة الملك كما تعلم من العام الماضي كان يحذر ويوجه للقيادة السورية أن عليها أن تذهب باتجاه الحل السياسي، أن تذهب لمزيد من الإصلاح. لكن كما قال جلالة الملك في مقابلة اليوم، ربما النظام الذي حول الرئيس بشار الأسد لم يعد قادرا على التغيير ولم يعد قادرا على الذهاب باتجاه الإصلاح. وهذا تشخيص لكن ليس له علاقة بضغوط أو بدخول الأردن في هذا الموضوع. لكن قائد عربي مدرك لكل التفاصيل، بالتأكيد جلالة الملك يقدم رؤيته وتشخيصه وتحليله، ويقدم أيضا مخاوفه كقائد عربي على بلد عربي يذهب باتجاهات بعيدة وباتجاهات صعبة. بالتأكيد طيب، ضمن هذا التشخيص وضمن هذه القراءة، هل لديكم قراءة أخرى لمعالم المرحلة القادمة وبالتالي تهيئة للتعاطي معها؟ نعلم أن الأردن كما في أزمات سابقة ما حدث في العراق لديه هذا اللين وسرعة التأقلم مع الوضع الجديد والتحذير للبدائل وكيفية التعاطي معها. طبعا كدولة يعني تتعامل مع الأزمة وهي تدرك كل الاحتمالات وكل المسارات وكل التحليلات في الموضوع السوري. وأقول لك بشكل أساسي، نحن أولويتنا أولا أمن الأردن واستقرار الأردن وأمن حدوده وأمن الأردنيين، والأولوية الأخرى أن نقدم كل العون للأشقاء السوريين كدولة سورية بأن تبقى متماسكة ولا تذهب إلى أي مسارات بما نستطيع، لأن الأزمة السورية ربما أكبر من إمكانات الأردن في إيجاد حلول لها. العالم كل اليوم عاجز أن يقدم حل سياسي للأزمة السورية، لكن الأردن معني بشكل أساسي أن يقوم بدوره تجاه الأشقاء، لكن أولويتها الكبرى هي الحفاظ على أمن الدولة الأردنية واستقرارها وأمن الأردنيين. وسنقوم بواجبنا ضمن الإجماع العربي وضمن المنظومة الدولية في الحفاظ أيضا ما أمكننا على استقرار الدولة السورية ووحدتها، لأن وحدة الدولة السورية أعتقد مدخل مهم جدا لاتقاء كثير من المشكلات التي قد تدخل على سوريا وقد تدخل على الإقليم. ونتمنى دائما أن تبقى سوريا دولة موحدة بكل
يعني مسارات الوحدة، سواء ما وحدة سكانية طائفية جغرافية. شكرا. نعم، لأن هذا المسألة ضمانة أساسية لهذا الموضوع. من عمان معالي الوزير سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، شكرا لمداخلتك ومساهمتك معنا. أعود إلى ضيفي هنا. دكتور عمار، تفضل دكتور جرجس منذ حين بأنه الأمر قد يأكل من رصيد الدولة وهيبتها وهيبة مؤسساتها، هل تشاطر هذا الرأي أم أن الأمر أعقد وأكبر من ذلك، أن يتأثر بذهاب وزير أو سفير أو ما شابه؟ الحقيقة يعني الانشقاق اليوم هو انشقاق فريد من نوعه، نكاد نراه للمرة الأولى على الساحة السورية. هو عبارة عن رجل على رأس عمله، وهو شخص يعني المستقبل مفتوح أمامه. الانشقاقات التي كنا نراها سابقا تندرج ربما بشخص كان له تاريخ سياسي ولم يبقى له تاريخ سياسي وأراد الانشقاق، أو شخص مركون على الجانب أو إلى ما هنالك. طبعا هناك يعني نقطة، عفوا، ليس أي شخص، هو رئيس حكومة وهو مناضل أو عقائدي. الرجل انتمى في حزب البعث وكان محافظ وفي القنيطرة وفي أماكن أخرى في حزب البعث، يعني عنده شرعية وعنده قيمة نضالية في الحزب. له أيضا له رصيده، ليس وزير تكنوقراطي، له رصيده المهني، وإلا لما كان رشح كرئيس للحكومة. لكن أريد أن أكرر هنا بأن عملية التخطيط لانشقاقه لم تأتي البارحة ولا اليوم. وفكرة بأنه والله ينشق لأنه يعني الجيش السوري يقتل، طيب الجهة التي ينشق إليها كمان مسؤولة عن كثير من القتل والتدمير يعني. فنحن يعني أعتقد أن الأمر، أعيد وأكرر، مرتبط بمحاولة إيجاد شخصية سورية يعني يمكن جمع المعارضة الخارجية حولها، تستطيع أن تؤلف ربما حكومة في المنفى، ربما يمكن التعاطي معها من قبل الدول المختلفة. أعتقد أن الأمر يندرج ضمن هذا الإطار. نعم، أعود إلى سيد الخير من دمشق، وقد اتضحت أو ربما تحسنت نوعية الصوت الوارد من هناك. سيد الخير، أنتم قراءتكم ربما لمسلسل الانشقاقات هذا سياسيها وعسكريها، كيف تستفيدون منه وكيف تستفيد منه المعارضة؟ ذكر سيد عمار منذ حين ربما قد تحاول ربما استقطاب هذه الأسماء من فطلاس قبله لتشكيل ربما حكومة معارضة في المنفى أو ما شابه. هل هذه السيناريوهات واردة أم أن ربما نجوم المعارضة الذين بكروا بالانشقاق والخروج هم أولى بهذا الدور؟ كنت أقول أن انشقاق رئيس الوزراء يشكل لطمة سياسية كبرى لنظام اللحمة والتماسك السياسي داخل النظام الحاكم في سوريا، وأنه يشير إلى اهتراء هذا العنصر الأمر الذي يدل على أن عملية تفكك متسارعة جارية على قدم وساق ضمن بنية النظام ككل في الجانبين العسكري والسياسي، وهذا يعطي مؤشرات كبرى. تعرفون أنه في نظام له مثل هذه البنية لا يستطيع أحد أن يتنبأ على الإطلاق متى تحين لحظة الانهيار، لأن هذه اللحظة قد تكون مفاجئة، ولأن انشقاق رئيس وزراء عين منذ بضعة أسابيع فقط يشكل مؤشرا قويا في المنحى نفسه، فإنه يشعل ضوءا أحمر أعتقد لمن بقي في النظام من جهة في جهاز النظام، وللقوى الإقليمية والدولية التي تدعم هذا النظام وتقف معه بكل قوة، من أن مسعاها للحفاظ على هذا النظام بما هو عليه هو مسعى فاشل وآيل إلى السقوط. تبقى معنا سيد الخير. نعم، تبقى معنا عذر المقاطعة. سنتابع تقرير عن أمر آخر جدة في سوريا. نتوقف أو نبقى مع الملف السوري، حيث انفجرت عبوة ناسفة في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري في دمشق، مما أدى إلى وقوع إصابات. نستعرض هذا التقرير ثم نواصل الحوار حول تداعياته بعد قليل. واصل التلفزيون السوري البث ولم يوقف برامجه بعد انفجار العبوة الناسفة في الطبقة الثالثة من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، لكن الرسالة وصلت إلى المعنيين ورد عليها وزير الإعلام عمران الزعبي. لا شيء يمكن أن يوقف على الإطلاق صوت سوريا وصوت الشعب السوري والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنصات الإعلام السوري. وتفقد الزعبي مكان الانفجار، وأظهرت اللقطات مقدار الأضرار المادية الكبيرة، حيث بدت آثار الحطام بينما سقط السقف الخشبي المستعار وتدلت منه الأسلاك الكهربائية، وظهرت بعض آثار الدماء على طاولة مكتب محطم وعلى بعض آلات التسجيل. حتى التوقيت مدروس لأن يحدث أكبر ضرر، لكن الحمد لله لم يتوقف بث شاشة الوطن، أسميناها شاشة الوطن وستبقى شاشة الوطن.
وكان هجوما استهدف قبل أسبوعين مبنى قناة الإخبارية السورية الرسمية في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل 3 صحفيين و4 من حراس مبنى القناة. مهما استهدفوا الإعلام ومهما زاد عهرهم، فإن التلفزيون العربي السوري والتلفزيون الإخبارية سوف يبقى على الهواء مباشرة مهما فعلوا. كان مقاتلون معارضون هاجموا منذ يومين مبنى الإذاعة والتلفزيون في حلب وفجروا عبوات ناسفة حول المبنى بعدما اضطروا للانسحاب بسبب قصف الجيش النظامي للمبنى. وتبنت جبهة النصرة السبت الماضي مقتل المذيع في التلفزيون السوري الرسمي محمد السعيد الذي خطف منتصف الشهر الماضي. المعارضة تعتبر أن الإعلام الرسمي السوري يرسم صورة مغايرة لما يجري على الأرض، وهو ما يجعلها تبرر استهداف مواقعه كما تقول. عصام عبد الله، BBC. أعود إليك سيد الخير، في دمشق هذه العملية كيف تعلقون عليها؟ هل تصفونها بالعمل الإرهابي وقد استهدفت مدنيين وضحايا أم لا؟ استهداف مركز إعلامي هو بكل الأحوال مدان من الألف إلى الياء، أيا تكن التبريرات التي تعطى لهذه العملية. للإعلام الحق في التواجد سواء كنا نختلف معه 100% أو نتفق معه 100%. وبالتالي هذا عمل تخريبي مدان لا يمكن أبدا قبوله ولا السكوت عنه. واضح موقفكم. نأتي للقراءة في رمزية هذا التفجير وما وراءه ربما. دكتور جارزس، طالما اعتبر أو اعتبر الإعلام خصوصا الإعلام التلفزيوني في سوريا وبالنسبة للحزب البعث خط أحمر، هناك من يعتبر هذه الضربة هي ضربة في قلب النظام ربما، خصوصا لما تشهده هذه الأماكن من تحصين أمني قوي. رمزية هذا الحادث أو هذا الاعتداء في الحقيقة، وهل من تداعيات محتملة هي حرب إعلامية فقط؟ أنا الحقيقة أستغرب أننا نستغرب مثل هذا الحادث. هناك حرب شاملة في سوريا، هناك تصعيد يعني نوعي في سوريا، هناك الوضع الأمني هش في سوريا، قدرة الجناح المسلح المعارضة الحقيقة على أخذ المعركة إلى قلب دمشق وحلب أيضا. والحقيقة في الأسابيع الماضية نرى تصعيدا نوعيا خطيرا جدا، ليس فقط استهداف مؤسسات إعلامية ولكن قتل يعني لسجناء ومن الجهتين، حتى الإعلامي محمد سعيد. ومن ثم الحقيقة ومن هنا علينا الحقيقة أن نأخذ الأحداث بطريقة أوسع وأشمل. ما يجري الآن في سوريا الحقيقة يدل على كارثة تحدث في هذا البلد، كارثة الحقيقة. هذا يعني الصراع في سوريا صراع مفتوح على كل الاحتمالات، يعني النظام بات عاجزا عن تحصين وتأمين هذه المواقع المهمة. تعرف كل البيانات الأولى والانقلابات العسكرية طلعت من التلفزيون، يعني مما لا شك فيه أن السلطات السورية يعني سجلت أو يعني كسبت الجولة الأولى من معركة دمشق، ولكن أنا أعتقد سوف تكون هناك جولات. واختطاف يعني المواطنين الإيرانيين، الهجمات على المؤسسات يدل وبطريقة الحقيقة واضحة على طبيعة هذا الصراع وعلى قدرة المعارضة على استهداف معظم المؤسسات في قلب الدولة السورية. نعم سيد عمار، هو مجرد فصل في معركة طويلة الأمد كما رأى الدكتور منذ حين، أم أنه فقط حادث في إطار هذا الصراع ولن يكون له ما بعد؟ استهداف التلفزيون شديد التحصين في قلب دمشق، كيف ترى أنت؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الإعلام السوري. كما تحدثت هناك السيد المرحوم محمد سعيد المذيع تم استهدافه، محطة الإخبارية تم استهدافها من فترة شهر أو أكثر، وتم قتل مجموعة من الناس. هذا التلفزيون السوري يعني على سبيل المثال منذ بضعة أيام خرج على التلفزيون السوري شخص كان يعمل مراسلا لكل هذه المحطات ومن بينها BBC، وكان يزودها بتقارير على أنها من حمص. خرج هذا التلفزيون الشخص على التلفزيون السوري ليقول يا أخي أنا كنت موجود في بلدة عرسال اللبنانية. هناك من لا يريد لهذه الحقائق أن تظهر. أنا شخصيا أحيي العاملين في التلفزيون السوري جميعا وأطلب منهم أن يبقوا يعني لكي نفهم، لا يجب أن تكون الحقيقة مصدرها واحد فقط. نعم. يجب أن نعلم ماذا يحدث على الأرض. تنوع المصادر وأقرب لإيصال الحقيقة. بالتأكيد التلفزيون السوري أحيي جميع العاملين فيه وأتمنى عليهم أن يقوموا، وهم يتعرضون لضغوطات وأنا على اتصال ببعضهم يتعرضون لضغوطات كبيرة وواضح بأن حياتهم على المحك فردا فردا. ويعني ضغوطات من النظام أم من المعارض؟ ضغوطات أيضا ربما لتمرير المعلومة في منحى واحد. هلا التلفزيون العربي السوري هو في نهاية الأمر هو تلفزيون حكومي سوف ينطق باسم الحكومة السورية، لكن هؤلاء وليس عمومي.
لا، هذه هي تركيبة التلفزيون السوري ضمن وزارة الإعلام. الحكومة، التلفزيون السوري هو ناطق رسمي باسم الحكومة السورية، لكن هؤلاء الناس يتم تهديدهم بحياتهم، وقسم من زملائهم فقدوا فعلا حياتهم في هذا الوجه. فعلا يظلون مدنيين أبرياء وما يزج بهم في هذا الصراع. على كل هذا، كل ما سمح به وقت هذه الفقرة، لا يفوتنا أن نشكر سيد عمار وقاف، عضو النادي الاجتماعي السوري في بريطانيا. كذلك الشكر للدكتور فواز جرجس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط هنا في جامعة لندن، شكرا لك. وكذلك عبر الهاتف رافقنا الدكتور عبد العزيز الخير، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة.